مودريتش يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. أول ركلة سينفذها مودريتش. أضاء الركلة الأولى. حكيم زياش عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. الركلة الثانية. يتصدى لها الحارس. حارس بمنتهى التركيز ينقذها ببراءة. ثالث منفذي الركلات. ضيعها. الدور الآن على ثالث اللاعبين. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. ليفاكوفيتش عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. كرواتيا لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. كرواتيا لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. ليفاكوفيتش إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. المغرب، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. ومع اللاعب السابع تسديدة في أعلى الزاوية اليسرى. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. المغرب عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. الآن حان وقت الركلة الثامنة واللاعب الثامن. في أعلى الزاوية اليسرى. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. المغرب لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. اللاعب التاسع في قائمة اللاعبين منفذين. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. المغرب، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. الآن جاء دور اللاعب العاشر. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة.
المغرب عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. نصل لآخر لاعب، المسدد الحادي عشر. حسرة كبيرة. نعم نعم، لقد ضيع الكرة. ليفاكوفيتش هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. كبيرة وكان في الميعاد. مودريتش يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته، سددها بطريقة سيئة. ليفاكوفيتش عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم لكي يعيد الأمل لفريقه. يا سلام، ينجح في انقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. روزوفيتش يتقدم لتسديد ركلة الترجيح، ينقذها الحارس. يا سلام، ليفاكوفيتش إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. الكرة تصطدم في القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ. ضربة ضائعة يلعبها لكنها ضاعت. ليفاكوفيتش عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم لكي يعيد الأمل لفريقه. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. لم يكن عندهم الهدوء أثناء تنفيذ ركلات الترجيح أو التركيز العالي. افتقدوا للثقة اللي كانوا يحتاجونها في مثل هذه المراحل.